من مكونات النظام الغذائي الصحي في رمضان؟ التمر، الفواكه المجففة والمكسرات. هذه المأكولات تزود الجسم بالعناصر الغذائية الصحية، وهي أيضا غنية بالطاقة وتساعد في المحافظة على الحيوية. تمر، بما أن اليوم أول حلقة لك، شو رأيك تخبرنا عن فوائد التمر؟ أكيد، أنا وتمرة منساعدكم على سرعة استعادة النشاط والحيوية، ومنزودكم بالطاقة، وبعد نحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تساهم في تقليل إحساسكم من الجوع والعطش. وعسى صيامكم صحي وسعيد.